بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. اداء امتاع ابداع 3 نقط، عوده للصداره. الاهلي بيقدم درس مميز جدا في 90 دقيقه لسيراميكا كليوباترا والكابتن هيثم شعبان، ان ما ينفعش تدور على الراحه، انت محتاج تشتغل شغل جديد، ومحتاج تثبت للاداره بتاعتك ان انت كنت صح، وان انت كنت لازم تاخد فرصتك، وان فكرتهم ان هم فعلا قادرين ان هم ينافسوا على المركز الرابع مع كابتن ضياء السيد كانت فكره مستحيله وكانت فكره غبيه. حاجات كتيره حصلت في سيراميكا كليوباترا خلته منافس، التوقيت ظلمه ان هو يلعب قدام الاهلي النهارده، بس التوقيت فادنا احنا كنادي الاهلي ان احنا بنلعب سيراميكا نسخه ضعيفه، نسخه فيها مشاكل كتير، نسخه كابتن ضياء السيد نجح بشده ان هو يشيل الشغل الفني المميز اللي كان عامله كابتن هيثم شعبان مع الفريق، وان هو يخلي الفريق بلا هويه. فلما كابتن هيثم شعبان يرجع يلاقي الفريق متهلهل والفريق طايع تماما، ويلاقي ان هو محطوط في الجدول مباريات النادي الاهلي اول مباراه يلعبها بعد ما رجع مسك سيراميكا. الناحيه الثانيه بالنسبه لنا احنا كنادي اهلي، الموضوع بالنسبه لنا واضح، مفيش حاجه اسمها نقطه نخسرها، لان اي نقطه نخسرها دلوقتي معناها ان الدوري في خطر، ومعناها ان الدوري رايح 100 عقبه، ودي حاجه مش مقبوله بالنسبه لنا كنادي اهلي، ومش مقبوله بالنسبه لنا كجمهور. وبيطلع في عز كل ده شويه كلام عن مفاوضات الاهلي مع بيرسي تاو. مش عايز اقول لك عزيزي ان في ناس كتير كانت بتدور على اخبار مفاوضات بيرسي تاو النهارده وتشوف هو مضى فعلا ولا لا، لان التقارير امبارح كانت بتقول ان بيرسي هيمضي النهارده، وبيرسي لعيب جاي من برايتون، ومكسويني في كلام ان هو جاي من سيمبا، وده معناه ان انت جايب اتنين اجنحه، فالاجنحه بتوعك مكانهم في خطر، ومعنى ان هم مكانهم في خطر ان خلاص راح زمن الدلع، اللي جاي ضرب نار بجد، اللي جاي ما فيهوش تهريج، اللي جاي ما فيهوش ان انت ما بس حبيتش تبص لزميلك علشان خاطر ما ينفعش يبقى هداف عليك وهو لسه عيل صغير. ما فيش حاجه اسمها نقعد نبص لبعض، ما فيش حاجه اسمها نقعد شغالين سوشيال ميديا، بس في حاجه اسمها ملعب، الملعب هو اللي هيحدد الافضل، الملعب هو اللي هيحدد مين هيلعب اساسي. وفي عز كل ده انت مطالب منك برضو انك ما تخسرش ولا نقطه، علشان منافسك المباشر ما ينفعش يسبقك. كانت مباراه ممتعه جدا بالنسبه لي، من ناحيه ان انت ذهنيا لعيبه الاهلي نازله تفترس سيراميكا كليوباترا، وسيراميكا جاهزه لوضع الافتراس. انت كل اللي انت محتاج تعمله انك تنزل الملعب وتدوس، وفعلا الاهلي نزل النهارده وداس وفتح على الرابع من البدايه. اول 4 دقايق الاهلي بيسجل الهدف الاول عن طريق ياسر ابراهيم، بعدها بيحصل طرد ما غيرش من نتيجة الأحداث بتاع المباراة، لأن أحداث المباراة كانت كده كده رايحة على نفس السيناريو. طرد عامر عامر، بعد طرد عامر عامر الأهلي بيسجل الهدف الثاني. بعد الهدف الثاني اللي سجله محمد شريف قعد بقى نحتفل وقلنا خلاص خلصنا الماتش في أول نص ساعة، خلاص هنعمل سكور. لقينا الفار بيقول لنا تعالى يا جماعة فيها هاند بول على قفشة. طب هو الهاند بول دي كانت في منطقة الجزاء ولا بره منطقة الجزاء؟ أصل لو بره منطقة الجزاء يبقى معنى كده إن الفار ما ينفعش إن هو يتدخل فيها، إنما لو في منطقة الجزاء الفار ينفع إن هو يتدخل فيها والحكم إن هي هاند بول، بس الكورة كانت بره، فأنتوا ليه دخلتوا؟ محدش فاهم. بعد كده الأهلي بيسجل الهدف الثاني عن طريق ربيع، إيه يا جماعة فيها حاجة؟ الله أه فيها، أصل نص رامي الفؤاني متسلل ومعنى كده إن هو يقدر يسجل بيه، ولو سجل بيه تحس بيبقى كده أوفسايد. طب ما نلغي الجون اللي إحنا جبناه بقى يا جماعة، لكن مش للدرجة دي يعني. والاهلي بيخلص الشوط الاول 1-0 بعد تألق حمزه معوض الحارس الاحتياطي لنادي سيراميكا، الراجل اللي تألق وشال كور كتير من لعيبه الاهلي، من قفشه وكهربا وحسين الشحات. حسين وكهربا اللي قدموا مباراه مميزه جدا، وطبعا تحتهم نص ملعب الافضل حاليا في الاهلي عمرو السوليه وحمدي فتحي، وتحتهم علي معلول ورامي ربيعه وياسر ابراهيم، ونقطه ضعف الاهلي محمد هاني، ورجوع السد المنيع او السد العالي جمهور الاهلي الجديد محمد الشناوي. رجوع الشناوي يطمنا احنا، فما بالك بقى بعد فتره كلين شيت كانت بتضيع ومستذبذب مستوى العالي لطفي، فرجوع الشناوي جه في الوقت الحاسم، والكوتاليه جت في الوقت الحاسم، ومفاوضاتك مع بيرسي تاو ومع مسكويني او مكسويني جت في الوقت الحاسم، كل حاجه بالنسبه لك جت في الوقت المثالي، وده افضل حاجه قدرت تعملها دلوقتي. لازم يكون عندك تنافسيه، لازم يكون عندك روح، ما ينفعش ان انت يكون عندك بربع جنيه تعاون في اي فتره او اي مباراه جايه. والاهلي بيقدر ان هو يتحصل على ضربه جزاء في بدايه الشوط الثاني، حسين الشحات بيلبسها لمحمد ابراهيم، بيخش محمد شريف سجل هدف ثاني، وقتها يلا عم موس اهبط بقى ورينا تغييراتك بقى، وكده خلصناها لك بالضبه والمفتاح، وحتى لو غيرت وهبت مش هتقدر تقلب على النتيجه، وريني بقى هتعمل ايه، وريني جرد العظمه اللي بره يعمل ايه. راح منزل جونيور اجي ونزل والتر ماري وطلع كهربا وحسين الشحات، طلعت له الاطراف عادي، عندي قفشه وعندي محمد شريف لسه في الملعب اهو. بيقدر جونيور اجي شوط واحده كده تافهه من لا احد بتخبط في طارق سامي، مساك سيراميكا كليوباترا وتتحول علشان تخالف حمزه معوض وتسجل هدف تاني للنادي الاهلي، الهدف الثالث اسف للنادي الاهلي علشان خاطر يجي المايسترو قفشه والماجيكان الجديد قفشه وبيسجل هدف جيد جدا او هدف يقال عليه عالمي بمعايير ومقاييس الدوري المصري، هو هدف عالمي من تصويبه جيده جدا للعيب زي محمد مجدي قفشه علشان يقفل بيها المباراه، احلى قفشه واحلى ختام للمباراه لمحمد مجدي قفشه اللي بيحب يجيب جون كده
عسل عسل عايز القفش والله. ربنا يخلي لينا وربنا يديمه علينا كده من غير اي غرور ومن غير اي تكبر ومن غير اي حاجه خالص من اللي بنشوفه دلوقتي في الدوري المصري يا عزيزي. ان شاء الله رب العالمين هنقدر ان احنا ناخد الدوري، علشان الدوري معروف مكانه في الجزيره عزيزي وعامل فيها بطل. اعمل لي سبسكرايب او لايك، مش هقول لك اي حاجه تاني عزيزي يعني. ده لو الفيديو عجبك، اما لو ما عجبكش يبقى مش هخسر حاجه انا لو عملت سبسكرايبر.